السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح أول مسألة في شيت الفايلز شيت 7. أول مسألة بتقول معانا write a program to compare two files specified by the user displaying message identicating whether the files are identical or different. معنى إيه ده؟ إيه إن هو عايز ال user هيكون هو معرف لي اتنين فايلز وأنا أشوف إن الكلام اللي جواهم دوت identical، الكلام اللي جواهم متشابهين ولا لا. لو متشابهين هطلع له identical، لو لا هم طلع له مثلا not identical. انا دلوقتي رحت كنت معرف اتنين فايلز اهوت. اول فايل اسمه winders.txt، تاني فايل اسمه مصطفى.txt. اول فولدر كاتب جواه مصطفى، تاني فولدر كاتب جواه محمد. تمام، تعالوا نروح نشوف البروجرام نفسه. البروجرام انت معرف انكلود هاش انكلود ستوديو دوت اتش، اللي احنا متفقين ان هي ديت لازم تكون موجوده في كل الحاجه عشان اخد الانبوت والاوتبوت ستريم. انت معرف انت مين، معرف فايل بوينتر اف 1 واف 2 زي ما قلنا، فايل اولاني وفايل تاني. انت معرف ان هو كونتين عشان اخد منهم اخد الحاجه اللي هو الفايلز اف 1 واف 2. بعد كده فتحت F1 بF open البليس بتاعي والمود بتاعي R، أنا هعمل إيه منه، هريد منه. تاني حاجة نفس النظام، الأولاني فتحته مصطفى، تاني واحد فتحت minders، قمت كاتب F1 بيساوي null، هيقول لي إن إيه إن أنا معرفتش أفتح الفولدر دوت، البليس بتاعه مثلا غلط أو كده. نفس النظام في F2 كاتب له else، else بقى نبدأ الشغل بتاعنا. أنا هاخد ch1 هاخد من فايل f1، تمام، ch2 هاخد من فايل f2، هشوف لو طول ما هو ان ch دوت not equal ال end of file هقوم، وكمان ch2 not equal end of file هقوم واخد ان ch1 بيساوي get c f1، هاخد الحرف بعد كده اشوف ch1 بي equal equal ch2، هم قايل له print f identical not equal، هم قايل له انه not identical، هم عامل close f1 close f2 return 0 واقفل. يبقى انا كده خلصت البروجرام بتاعي. تعال نشوفه identical، لو غيرت نوت قمت كاتب مثلا minders not identical. طب لو غيرت هنا اهوت كنت كاتب مثلا اي كلمه كده اهوت، كنت جاي not identical. طب انا كنت كاتب هنا minders، تعالوا ناخدها كده كوبي وحطيناها في مصطفى identical. كده البروجرام بتاعي الحمد لله شغال تمام كل حاجة. إن شاء الله هنكمل حل بقية الشيت دوت. والسلام عليكم.